تمرين تصدي خمسة هو يعتبر تمرين مشترك تنفذه القوات البحرية الملكية السعودية ممثلة بالأسطول الشبي وبمشاركة من وزارة الداخلية ممثلة في حرس الحدود المنطقة الشرقية ووزارة الطاقة ممثلة في شركة أرامكو السعودية وشركة أرامكو لأعمال الخليج. تمرين تصدي خمسة يهدف إلى رفع استعداد وجاهزية الوحدات المشاركة وتوحيد المفهوم المشترك بين الوحدات المشاركة وتوحيد القيادة والقصوات بين الوحدات المشاركة وذلك من أجل أمن وسلامة أمن وسلامة المنشآت الحيوية والحقول النفطية وتأمين حرية الملاحة في البحار الإقليمية والاقتصادية في الخليج العربي. وأيضا تمرين تصدي خمسة يشتمل على عدة فرضيات عسكرية لرفع مستوى الجاهزية للوحدات المشاركة وأيضا رفع مستوى مفهوم العمل المشترك.